تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. منذ الساعات الأولى من الصباح اليوم في مدينة القليعة، عمالة إسكان عيت مغلول تسببت أعمال ديال الشغب والفوضى، نفذها عشرات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والشيء اللي أدى إلى خلق حالة من الهلع بهذه المدينة ديال القليعة، وكل شيء كان مصحوب بفوضى عارمة عمت كاع أرجاء شوارع المدينة. وفق المعطيات المتوفرة، فقد عامد هؤلاء المهاجرين أفريقيا جنوب الصحراء إلى قطع الطريق بين بيوغرا والقليعة في وجه حركة المرور، مع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ما اضطر التجار إلى إغلاق محلاتهم. ورجحت مصادر من عين المكان على أن السبب لأدى لهذه أعمال الفوضى وهذا قطع الطريق أن يكون جنوب الأفارقة جنوب الصحراء تسببوا في ذلك بعد أن تم طعن زميل لهم بمكان تجمعهم قبل قصد الضيعات الفلاحية اللي كيشتغلوا بها. ولأجل احتواء الوضع التحقت تعزيزات أمنية مكثفة بالمكان، حيث عملت القوات العمومية على وضع حد لأعمال الشغب المدرعة بعد كر وفر دام ساعات. اش هاد السيبة وقع في القليعة، العزاوة سادين الطريق. وفقا للمعطيات الأولية، فقد أفضت المواجهات إلى إصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، فيما كتعكف السلطات المختصة على التحقيق في ملابسات هذه الواقعة الخطيرة. هادو هما اللي في هادو هما على حساب المعطيات الاولى، هادشي اللي منتشر الان. نجيو لتفاصيل ادق، فهادشي اللي وقع اليوم بمنطقه القليعه من اعمال الشغب ديال هاد الافارقه المهاجرين جنوب الصحراء وقطع الطريق وتراشق بالحجاره، فهو امر ما كيبشرش بالخير. فحسب ما كيدعيو كيقولوا على ان شي صاحبهم تضرب واش تضرب حجر الراس ولا طعنوا شي حاجة، ونادو بقاو فيهم الحال حسوا بحال الحقرة ولا قلك عنصرية، ونادو داروا هاد الفوضى، نادو قطعوا الطريق باش ياخدوا حق صاحبهم. ولكن هادي راه بلاد كيحكم القانون، ماشي بلاد ديال الفوضى، بلاد كيحكم القانون. ولكن ما كاين حتى شي مبرر لهاد الشغاب اللي داروا حول المدينة، حولوا المدينة الى ساحة ديال الحرب وعرضوا حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر. كاين فيهم اللي سد المحال ديالو بسبب هذه الواقعه، وكاين اللي تعرض للسرقه حسب تصريحات احد المواطنين في المنابر الاعلاميه. المهم انهم نوضوا واحد روينة هاد الصباح، بدات من الساعات الاولى من الصباح، ولكن كانوا في الاول القوات المساعدة والدرك كانوا ملاحقين لان كان العدد قليل، ولكن من بعد جات تعزيزات امنية اللي حاولت تسد هاد الفجوات. التقابي الامني اللي بانت حاولت على انها تسيطر على الوضع وفرضات النظام وعادت فتحات الطريق للعموم بعد تهدئة الوضع. فيديوهات تبارطاجات على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ديال هاد اعمال الشغب بهاد المدينة ديال القليعة اللي قلنا يتابع العمالة إسكان عيت مغلول جهة سوس ماسة. هذا غير مبرر على انك دير هاد الفوضى كاملة، اعتدوا على صاحبك، كاين هنا قانون، غتمشي دير شكاية، غتمشي عند البوليس، غتمشي عند الجندرم، مالها سيبة تاخذ نوض دير شرع يدك. للاسف الشديد هذا هو سياسه الابواب المفتوحه اللي حالينها الناس. هذه ماشي عنصريه، ولكن ملي كتنفالت الامور راه كتولي قضيه خطيره بزاف.
شحال من واحد كان كيطلع يحرق للشمال، كينوضوا كلشي كيردوا من مدن الجنوب ودكسهم تماك، وراه ديك مشكله، راه ديك كتكون قنبله موقوته شي نهار الله يستر تفرقع. وانت شفتوا خلاف بين واحد من عندهم مع مواطن مغربي وشفتوا على تليفون ولا ما عرفت شنو هو، فناض واحد النقاش، ناض واحد المضاربه، فتحولت الى قالك لا حقره عنصريه شويه، ولا بغاو يديروا شرع يديهم، وهادشي غير مقبول، غنوليو في السيبه. دول افريقيه وصديقه وكل شيء، ولكن كاين نظام وقانون وجب احترامه، ماشي اللي ناضي يدير لنا شرع يدو هنايا. والانباء كتحدث راه قالك 1000 شخص، الا ما قلناش اكثر، عرفتي شنو هي 1000 واحد ينوضوا يسدوا الطريق ويسدوا الشارع، ولك سيدي واعتداء على السيارات والحافلات. هذا غير قالك اعتدى لينا على واحد. دابا دوك الاضرار الماديه اللي تعرضوا لها السيارات ديال المواطنين والمحلات، شكون اللي غيخلصوا لهم؟ غتخلصوا لهم شي اسيرونس، ياخذوا شي تعويض، وشنو رابحين حنا مع هاد الافارقه؟ مع كامل الاحترام، اللي ما عندوش اوراق ترحيل، لا تصوبوا لي اوراق يخدم في اطار القانون، سينو الترحيل. وفي اطار هاد الوضع المتوتر اللي وقع اليوم، فكان عده منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الناس كنداء عاجل للتدخل لحمايه المواطنين من خطر هاد المهاجرين الافارقه. بنادم بزاف كيهضر كيقولك على ان الوضع مقلق، دابا هما خدامين تماك معت في الفلاحه ولا شي حاجه، وهي دابا مناقشه واش ضربوا ولا اش دار ليه. نقولوا كاع هاد المغربي حقرو ولا تعامل معاه عنصري، غير شي تشكيلي غيطبقوا معاه القانون. علاش بنادم ينوض يدير شرع يدو ينوض لنا هاد السيبه فحال هكا، يجيبوا الضرب من الحديد على هاد الشيء، واللي ما عندوش طوراق يرحلوه. هادشي اللي كدير الدول اللي كتحترم القانون، جيتي تخدم مرحبا، داروا لك الوراق، ما داروش لك الوراق حراق صيفط بنادم. هادشي اللي كيوقع في الدول اللي كتحترم راسها وكتحترم القوانين ديالها. اما هاد القضيه ديال اردوهم من الشمال كانوا غادي نحرقوا وجيبوا لصقوهم في مدن اخرى، فهادي قنابل موقوته، شي نهار تفرقع وهالعينه. اليوم قالك في الاول كانت تما كانت 20 جندارم والعدد محدود ديال القوات الامنيه، عاد جابوا تعزيزات من مش من اكادير ولا من اسكان لضبط الامن. تمناو من السلطات على انها هذا الشيء ما يبقاش يتعاود، وتكون حازمه في الامور، لان هذا الشيء اللي وقع غير مقبول بتاتا. شوف دابا دخل شفت السما ديالنا في لاك زون ما كنطيب بس كنسيبه احتمازي كنضرب بالحشره هذا هو اللي 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 هذا في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.